نشرت الممثلة التونسية هند صبري صورة لها وهي حريقة الشعر على حسابها الرسمي على الإنستغرام دعما منها لمرضى السرطان. وأرفقت الفنانة التونسية صورة بتعليق تعبر فيه عن دعمها لمرضى السرطان. مع ذكرى اليوم العالمي للسرطان أتذكر حلاوة الدنيا الذي يعاد عرضه هذه الأيام وتأثيره على الكثير من الذين يكافحون مرض السرطان. وأضافت الفنانة في نفس التدوينة: أتمنى لكل من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان أن يكون قد انتصر عليه، وأتمنى الشفاء بسلام لكل من لا يزال يكافح ضد هذا المرض. الصورة التي نشرتها الفنانة هند تعود إلى مسلسل حلاوة الدنيا الذي جسدت فيه هند دور مصابة بالسرطان وعرض في رمضان 2017.